والآن مع الشاعرة الكبيرة الأستاذة الدكتورة عبير زكريا وقصيدتها ميزان الحنايا. القصيدة حول سماوات أخرى وقضاءات مختلفة لمفهوم العدل والعدالة. معكم الشاعرة الكبيرة الأستاذة الدكتورة عبير زكريا. أمسية متفردة مختلفة، نلتف جميعا حول نوع مختلف من الأدب، الأدب الذي يعنى بالإنسان وبتغيير حياتنا وتحقيق إنسانيتنا. أنا في الواقع يعني موضوع هذه الأمسية يتماهى تماما مع معتقداتي وأيضا أهداف واحتنا، واحة أمير الشعراء للشعراء المحافظين، هو هدف لجعل الأدب والشعر على أصالته يغير ويؤثر وينتزع الشوائب والملوثات التي تعلق بمجتمعنا. الحقيقة المستشار الجليل بهاء المري يعني تحدث بأشياء تزلزل الوجدان حقيقة، نوع من الأدب يعني لم أعرف عنه شيئا قبل اليوم. قصيدتي ميزان الحنايا أود أن أنوه لأمر بسيط قبل أن أقرأها عليكم. خلية الإنسان، الخلية الإنسانية، هي تمثل منظومة رائعة من العدالة الحقيقية ونواة الخلايا، تلك التي تحمل الجينات والمعلومات التي تحقق الحياة. لو قلت لحضراتكم أن كل خلية بها ما يقرب من مترين من المعلومات، وعدد خلايا جسمنا مجتمعة بها ما يقرب إلى 100 تريليون متر من المعلومات، كل هذا يترجم بدقة وإخلاص وعدالة وعدم زيف وحق دون خلل. وهذه المسافة الطويلة يمكنها في جسم إنسان واحد به 100 تريليون متر من المعلومات جوه الخلية. فلكم حضراتكم أنها تصل بنا إلى الشمس أكثر من 30 رحلة ذهاب وعودة إلى الشمس. هذا إعجاز رهيب. فدعوني أقرأ عليكم ميزان الحنايا. بهدت أمام أنوية الخلايا، طوين سمات خلقي والسجايا بشفرات مسلسلة كعقد فريد ضم أسرار الحنايا. كما الحلزوني جين خلف جين يترجم قصة تبدي الخبايا، لترتسم الحياة بغير زور وتكتمل المعالم في الثنايا. نويات الحياة شهدنا صدقا، شهدنا حقا، وقلنا الصدق أخلصنا النوايا. جبلنا على اعتناق العدل نهجا وإتقانا يجلجل في الخفايا. فما لصدورنا عوج وغي وتطفيف تمدد في الطوايا. أما طففت في ظن وقول، أما طففت في نقل الحكايا، أما طففت في نظرات عين وفي حكم على بعض البرايا. وكم وفيت واستوفيت كيلي وغيري لم ينل غير البقايا. أما طففت في حلم
وصبر، وطففت التسارع في خطايا. أما طففت يوما في شعوري وفي بوحي وإفشاء التحايا؟ لكم ضيفت ذا شأن بعجل، وللمسكين قد قدمت شايا. وكم أعطيت للشحاذ قرشا، وللسلطان أجزلت العطايا. نعم هرولت عافية لدنيا، وللآخرة قد خارت قوايا. طليقا سرت في الدنيا أغني، لحون الجور يبدعها هوايا. كأني أستحق العيش وحدي، ولم يخلق بذي الدنيا سوايا. أتيت اليوم بواحا بذنبي، ومعترفا بأطنان الخطايا. نعم طففت أيامي بظلم، صحوت اليوم واجهت المرايا. لنبصر وجه أنفسنا جليا، وما قد لا يحاكم من قضايا. لنبصر وجه أنفسنا جليا، وما قد لا يحاكم من قضايا. تراءى العمر لي أضغاث جور، تراقصها الأفاعي والمنايا. تلوثت السرائر دون حق، تلاشى القسط في جل الزوايا. سماوات العدالة ليت أن تحركنا قوانين الخلايا، لترتسم الحياة بغير زور، وتكتمل الفضائل في الحنايا. طبعا لا تتعجبوا من المزج بين العلم والأدب في قصيدة الأستاذ الدكتور عبير زكريا، فهي أستاذة للميكروبيولوجي في هيئة الطاقة الذرية. هذا هو السر في عظمة هذا المزج بين العلم والأدب. شكرا للأستاذ الدكتور عبير زكريا. وأيضا تجمع بين العلم والأدب والرقة. لا طبعا.